أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم الخميس 20/10/2016، وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى وجود سحب على مناطق متفرقة من الدولة. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي من الشرق ممتدا إلى الخليج العربي، تصاحب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانا نهارا. والطقس صحوب وجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. نلاحظ في الساحلية في أواسط الثلاثينات، أما الحرارة الداخلية في أواخر الثلاثينات، والحرارة الجبلية في أواخر العشرينات. ولنا أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون خفيف إلى متوسط الموج، وكذلك الحال في بحر عمان، خفيف إلى متوسط الموج ومناسب للأنشطة البحرية. طقس الغد صحو إلى غائما جزئيا على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب ظهرا شرقا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، وفي أمان الله.